مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من اقتصاد الناس، نأخذكم في جولة مع أبرز المستجدات والأحداث الاقتصادية على الساحة الوطنية، والبداية بالعناوين. اختتام حملة ميدانية لضبط الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية في الغيضة. الوصول الإنساني توزع حقائب تمكين اقتصادي على النساء في المهرة. جرعة في أسعار الوقود تزيد من الأعباء على السكان. وقضيتنا لهذا الأسبوع تهاوي قطع السياحة، متاحف مفتوحة لا يقصدها السائحون وحقائق مؤلمة. أهلا بكم. اختتمت في مدينة الغيضة بالمهرة حملة ميدانية لضبط الأدوية المستوردة بطرق غير قانونية ومنتهية الصلاحية. وبحسب إدارة الحملة فقد تمكنت من ضبط بعض الأصناف المهربة الممنوع بيعها واستخدامها، وسيتم إتلاف جميع المضبوطات ومعاقبة المرافق الصحية والصيدليات بغرامات مالية والإجراءات القانونية الرادعة. ويعاني اليمن من أزمة كبيرة في توفير الدواء وسط فوضى عارمة تجتاح الأسواق المحلية واستمرار تفشي عديد الظواهر الكارثية كالتهريب والتقليد في ظل ارتفاع قياسي في الأسعار واختفاء كثير من الأصناف. وزعت جمعية الوصول الإنساني في محافظة المهرة 8 حقائب في التمكين الاقتصادي في مجالي الكوافير وصناعة الحلويات بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر مشروع الحماية ودعم سبل العيش بهدف دعم النساء والفتيات الأكثر ضعفا واحتياجا لتحسين دخلهن وإعالة أسرهن. وخلال توزيع أكد وكيل محافظة المهرة بدر كلشات أهمية هذه المشاريع المدرة للدخل لتعزيز سبل كسب الرزق ومنع الانزلاق إلى الفقر والبطالة في ظل الظروف المعيشية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد اليوم. رفعت شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن أسعار وقود السيارات بنحو 11% تماشيا مع هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها والارتفاع في الأسعار العالمية للوقود، حيث ارتفع سعر عبوة البنزين سعة 20 لترا إلى 25 ألف ريال، أي بواقع 1250 ريالا للتر الواحد من 22900 ريال. وتأتي هذه الزيادة التي تعد كبيرة بالقياس للأوضاع المادية للمواطنين لتزيد من الأعباء على السكان الذين يعانون أصلا من ارتفاع الأسعار في مقابل انهيار قدراتهم الشرائية. قال تقرير صادر عن مركز العاصمة الإعلامي إن المواطنين في صنعاء يتعرضون لسياسة تجويع تمارسها جماعة الحوثي عليهم من خلال إجراءات عقابية تطال جميع القطاعات التجارية وتنعكس على حياة الناس وعيشهم. التقرير الذي حمل عنوان إفقار صنعاء جرائم النهب والتجويع الحوثي للمواطنين رصد عددا من الانتهاكات ضد القطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري، منها 79 عملية اعتداء واقتحام لمنشآت الصرافة ومضايقة وإغلاق 19 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية. وأشار التقرير إلى أن الإفقار الحوثي للمواطنين
يأتي في حين أن مشرفي وقيادات الجماعة يزدادون ثراء بعد أن أصبحت لهم الأولوية في التجارة وشراء العقارات والأراضي وصولا إلى نهب أراضي الدولة والاستحداث فيها. وافق البنك الدولي على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثاني للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا التمويل في تقديم عدة خدمات، منها خدمة التغذية وإمدادات المياه. وبحسب بيان للبنك الدولي، فيما يحدث في اليمن معركة مع الزمن في مواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية، إذ لحقت باليمن سلسلة من الأحداث الكارثية أدت إلى تعميق أثر الصراع الدائر مثل غزو الجراد والفيضانات، إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي وعدم الانتظام في تقديم الخدمات. وقد أثر ذلك سلبا على أنظمة هذا البلد المعنية بتلبية الاحتياجات الأساسية. مشاهدينا الكرام، نستعرض الآن متوسط أسعار بعض الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية خلال هذا الأسبوع. سنستعرض متوسط أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الصعبة ومتوسط سعر الذهب خلال هذا الأسبوع أيضا. قذفت الحرب بالسياحة إلى الجحيم، إذ توقفت عجلة هذا القطاع وألقت بتبعة قاتمة على العاملين فيه والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به. تحتفل دول العالم في 27 من سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي، بينما يشهد هذا القطاع انهيارا تاما في اليمن رغم المقومات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلد. فمنذ بداية الحرب أغلقت معظم الشركات السياحية أبوابها، وانضم الآلاف من المرشدين السياحيين والعاملين في القطاع إلى رصيف البطالة، وما بقي من الوكالات السياحية بات يواجه صعوبات بالغة في تأمين الاستمرارية، والضرر يطال كل القطاعات المرتبطة كالفنادق والمطاعم والنقل ومجموعة من الحرف والمهن، ما خلف آثارا صادمة على اقتصاد الناس. كانت السياحة تحبو مع معوقات، وبحسب بيانات رسمية فعائدات البلد سنويا من السياحة الخارجية قبل الحرب وصلت لنحو مليار دولار، ومع الحرب توقفت عجلة السياحة الخارجية وحرمت البلاد أحد موارد العملات الصعبة، وكان البلد وجهة سياحية للأجانب الذين يبحثون عن المناظر الخلابة والمعالم الأثرية، وقائمة المواقع السياحية تطول ابتداء من محمية حوف في المهرة مرورا بعرش بلقيس في مأرب وجبل صبر في تعز، وليس انتهاء بدار الحجر في صنعاء. لكن الوفود السياحية اليوم تنحصر في سقطرى، والإمارات هي المستفيدة بحكم سيطرتها على الأرخبيل عبر ميليشيات الانتقالي، فأبوظبي من تعطي الأجانب إذن الدخول للجزيرة، بينما إسرائيليون يمارسون أنشطة مشبوهة تحت غطاء السياحة وتمنع اليمنيين.
بينما السياحة الداخلية شبه معطلة نتيجة القيود المفروضة على حركة المسافرين من الميليشيات والانهيار الاقتصادي وتوسع الفقر وقطع الطرقات الرئيسة وارتفاع تكاليف المواصلات، إضافة إلى خلق الحوثيين بيئة طاردة للمشاريع السياحية، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع السياحة الذي يعد من أهم الروافد الاقتصادية للدول، وأسهم الصراع في نمو مشكلة خطيرة تتمثل في عمليات منظمة لنهب وتهريب القطع الأثرية. ويأتي يوم السياحة العالمي ليذكر اليمنيين بمدى الضرر الذي لحق هذا القطاع وأهمية إحلال السلام لتنشيط الحركة السياحية وإنعاش سوق العمل والاقتصاد. للنقاش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف وكيل وزارة السياحة جعفر أبو بكر. أهلا بك أستاذ جعفر معنا لمناقشة هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. طبعا أنا سعيد أن أنا أكون معكم على هذه القناة. في البدء يعني نحب أن نهنئكم بأعياد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ونحن نحتفل اليوم بالعيد 61 لثورة 23 من سبتمبر. أتمنى إن شاء الله أن تعاد هذه المناسبات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ونحن في أحسن حال، الشعب اليمني كذلك في تطور وازدهار. طبعا بالنسبة لقطاع السياحة، عارفين طبعا ان القطاع هذا يمر بظروف صعبه، ما تعرض له من ركود واضرار كبيره نتيجه الحرب التي شنتها القوات اصابت الحوثي على الشرعيه. اهلا بك. وسبتمبر مجيد علينا جميعا. يعني استاذ جعفر، يعني تحتفل دول العالم في 27 من سبتمبر من كل عام بيوم السياحه العالمي. أن يقف هذا القطاع في اليمن بهذه المناسبة على وجه الخصوص؟ طبعا قطاع السياحة مثل بقية القطاعات التي تضررت، ويمكن يكون قطاع السياحة أخذ النصيب الوافر من الضرر للأسف، وحاليا يعني يمر هذا القطاع بركود نتيجة لما مرت البلد من حرب، بالإضافة لأن السواح طبعا شيء طبيعي انهم يتخوفوا ويعزفوا عن اي بلد في مشاكل نتيجه عدم الاستقرار وقله الخدمات. هذا الشيء اثر على السياحه في اليمن. صحيح. ولكن هناك جهود تبذل ان شاء الله من قبل عدة جهات من الحكومه وقياده الوزاره والسلطات المحليه في المحافظات لانعاش هذا القطاع، وان شاء الله تكلل هذه بالنجاح باذن الله عن قريب. نعم. بالفعل يعني التداعيات الأمنية والسياسية يعني كسبت هذا المجال تدهور كبير. أيضا هل هناك تقديرات حول خسائر قطاع السياحة منذ بدء الحرب؟ والله قطاع السياحة يعني مثل القطاعات الأخرى التي تضررت، وكاد يكون هذا القطاع زي ما قلنا أنه تكبد خسائر كبيرة، وليس هناك أرقام مضبوطة بالضبط. البعض يقول 6 مليار والبعض يقول أكثر من كذا نتيجة لتدمير البنية الأساسية، ولكن نحن نقول يمكن يعني في حدود 3 مليار دولار هي خسائر السياحة بشكل عام في اليمن. نعم. نتيجة ما تعرض لهم من تدمير كامل في البنية الأساسية، في المنشآت، في المدن التاريخية، في المعالم الأثرية، يعني في حاجات تكاد تكون طمست من أو تحتاج إلى إعادة بناء من جديد، وإن شاء الله نقدر نعيدها على غير خير متى ما. وأنتم عارفين طبعاً إنه السياحة هي مرتبطة بالاستقرار. صحيح. الوضع الاقتصادي، متى ما تحسن السياحة هي أول من يتضرر وأول من يتحسن عند الاستقرار يعني. أيضاً يعني ما هي تبعات تهاوي هذا القطاع الاقتصادي على الأوضاع المعيشية للناس؟ في ناس كانوا يعملوا في مجال السياحة نتيجة لإغلاق المنشآت السياحية وتدميرها وقلة الحركة السياحية، بعض أصحاب هذه المنشآت طبعا مش قادر يغطي نفقات التشغيل، بالإضافة لأنه أنتم تعرفوا أنه اليمن الآن تمر بضعف في الخدمات، تكاليف تشغيل المنشآت السياحية ما يغطيش المردود يعني الذي تحصلوا عليه.
او بالاصح المردود اللي تحصلوا عليه نغطيش تكاليف التشغيل. بالاضافه لانه كثير من المنشات اغلقت ودمرت، بعض الكوادر الايدي العامله الماهره اللي كانت يعني احنا نفتخر فيها قبل الحرب اصبحت الان على الرصيف، وبعض منهم يعني صيب قلب طهارة، والبعض الاخر يعني كرد وراح يبحث عن اعمال اخرى بسبب انه اقل العمل في المجال السياحي. صح. بالتالي تضررت السياحه كثيرا. ايضا استاذ جعفر، يعني ما هي ابرز القطاعات الاقتصاديه المتضرره من انهيار قطاع السياحه بالتحديد؟ اهم ابرز القطاعات المتضرره من قطاع السياحه هو قطاع النقل. طبعا السياحه لا يمكن ان تشتغل او تزدهر الا بوجود النقل، وانتم عارفين ان معظم المطارات بسبب الحرب تكون يعني مطار عدن فقط هو اللي يشتغل. قد رحل الان يعني الى بعض المطارات مثل مطار صنعاء حاليا. نامل انه يعني تنتهي الحرب ويتحسن هذا القطاع. موانئ مغلقه. يعني النقل بدرجه رئيسيه، بالاضافه لقطاع التجاره والقطاع المالي، المصارف والحركات النقد. الدوله خسرت يعني من عائدات السياحه كثير. التجار اللي يعني مرتبطين بالنشاط السياحي برضه، صناعات تدخل في قطاع السياحه واصلا تجد عدم وجود زائرين. نعم، يعني بالفعل يعني اليمن تمتلك مقومات كبيرة في مجال السياحة، وبالتالي نحن أمام ثروة مهدرة في هذا القطاع. نأتي إلى سقطرة. سقطرة يقصدها الأجانب، لكن الجزيرة خارج سيطرة الحكومة. ما تبعت ذلك على عائدات الدولة؟ طبعا أنتم عارفين أن سقطرة هي محافظة من محافظات اليمن، وهي المحافظة رقم 21 تقريبا. يعني الدولة مهتمة بسقطرة، ولا يوجد لدينا نحن في السياحة من تأكيد بخصوص سواح أجانب في جزيرة سقطرة. فإذا لأنه بالنسبة لنا غير متوفر هذا العدد، لكن نحن عندنا مكتب للسياحة من ضمن المكاتب التنفيذية التي قد يكون لديهم الإحصائيات أدق بحكم أنهم هم اللي متواجدين في الجزيرة. وعن تبعات طبعا العائدات، فإن مكتب السياحة والسلطة المحلية هم ستكون لديهم المعلومات المؤكدة. نعم. عارفين أن سقطرة يعني فيها الآن محافظ وفيها سلطة محلية وجهات حكومية تم تعيينها من قبل الشرعية. فهي محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية وليست خارج نطاق الحكومة. حتى نحن يعني من ضمن برامج قيادة الوزارة لديها خطة للزور لكل المحافظات، منها الخبير سقطرة، يعني محافظة سقطرة، وإن شاء الله نزورها في القريب العاجل بإذن الله. جميل جدا، وخاصة يعني أرخبيل سقطرة تعد من أهم المناطق السياحية التي تتميز بها اليمن عن غيرها. أيضا هناك يعني ماذا إذا هناك إجراءات متخذة حول يعني ترتيب موضوع السياحة في اليمن، وخاصة أن هناك مناطق في سقطرة والمهرة ينزلون إليها الزوار ولا توجد إجراءات محكمة تراقب حركة سير هذه السياحة؟ هل من إجراءات رسمية تقوم بها الدولة مستقبلا من أجل ضبط حركة السياحة في اليمن؟ طبعا أنتم عارفين الوضع اللي تمر فيه اليمن نتيجة للحرب، تكلمنا عليها الوضع الاقتصادي. طبعا اليمن زي ما قلتم والكل يقول تملك يعني من المقومات ما يأهلها انها تكون من افضل دول العالم في مجال السياحه، ولكن للاسف نتيجه للوضع اللي نحن نمر فيه في اخلالات، ما نحن ما ننكرش هذا الشيء، ولكن هذا الشيء كله قياده الوزاره وقياده السلطات المحليه في المحافظات والحكومه مهتمه بهذا الشيء، وعندها خطط يعني في المستقبل القريب ان شاء الله ما تضبط هذه الحركه، يكون هناك في تسجيل رسمي. الى الان نحن حتى الاحصائيات مش قادرين نعطي احصائيه صحيحه لاي محافظه، مش بس لسقطرة، حتى عدن او اي محافظه ثانيه مش قادرين نعطي الاحصائيه، لان اولا تعرف ايقاف الخدمات والاتصالات هذا اثر كثيرا على قطاع السياحه. نتمنى ان تنتهي الحرب ويسود السلام ترجع اليمن إلى أفضل ما كانت عليه إن شاء الله.
ذكرت عدن في الموضوع، أيضا هناك منشآت سياحية مملوكة للدولة تضررت بالحرب، منها فنادق في عدن ولم يتم إصلاحها حتى اللحظة، هل تخلت الحكومة عن هذا القطاع؟ طبعا هذا سؤال وجيه بالنسبة لعدن. صحيح، يعني الآن هي العاصمة الجمهورية اليمنية يعني المؤقتة الشرعية موجودة في اليمن في عدن، وللأسف يعني فنادق الدرجة الأولى عارفة في عدن، احنا عندنا حوالي 13 منشأة سياحية للدرجة الأولى والثانية، منها فندق عدن، فندق الجمهور، وفنادق يعني يعني زي ما يقولوا وضع خاص، مثل فندق الهلال نزلت فيه الملكة إليزابيث عندما زارت عدن في 1954. هذه فنادق للأسف كلها تدمرت، تعرضت للخراب والتدريب الحرب على عدن، ولكن نتيجة الوضع اللي نحن فيه وفي أولويات الدولة طبعا أنت عارفين، أولا بدرجة رئيسية المرتبات والخدمات والانهيار والعمرة، أدى هذا الشيء إلى أن الحكومة تأخر الموضوع السياحة نوعا ما، يعني مش أنه في أولويات قبل السياحة، مش أنه تخلت عنها، ولكن هناك في خطة من قبل قيادة الوزارة والحكومة والسلطات المحلية بعمل خطة لإعادة استثمار هذه المنشآت من جديد من خلال طرح مناقصات دولية. أنا نحن فنادق الدرجة الأولى مثل فندق عدن وفندق جولد مور نحب أن تدار من قبل شركات عالمية، أن هذه معالم من معالم عدن، وبترع يعني وبتحصل الدولة على مردود وعائدات ممتازة في خلال استثمارات الاستثمار الجيد. نعم، وتوفر فرص عمل شباب كونك أستاذ يعني ذكرت كونك ذكرت البرامج والخطط التي تستعد الحكومة للقيام بها مستقبلا، ما هي أهم البنى التحتية التي يجب توافرها للنهوض بالقطاع السياحي وتم ذكرها في هذه الخطة التي أنتم في صدد تنفيذها؟ والله أهم البرامج أو الخطط لإنهاء السياحة هو الطرقات والاتصالات وفتح الأجواء أمام الطيران وحركة النقل الملاحة، لأنه تعرفي الآن مطار عدن فقط شركة وطنية العاملة، فهذا أثر كثيرا على حركة السياحة، حتى على مستوى المحافظات برضه فيها إشكالية، كان أول يقدروا بمئات الآلاف، الآن أصبح يعني عشرات الأشخاص نتيجة الوضع، وأنتوا عارفين قطاع الطرقات واللغات الأمنية والمسافات يعني طارت، بدل ما كان بمحافظة ومحافظة أقل من ساعتين أصبح الآن تأخذ أكثر من 24 ساعة علشان الوصول إلى أقرب محافظة من عدن إلى ساعتين تأخذها في حدود يوم كامل. هذا الشيء نتمنى أنه يستقر وتصلح الأمور، والدولة تهتم ببناء الطرقات والاتصالات وإعادة البنية الأساسية للسياحة وخدمات بدرجة رئيسية، لأنه لا يمكن حتى الاستثمار تضرر كثيرا من الوضع الحالي، يعني في مستثمرين كثيرين أغلقوا منشآتهم، ودي كانت عندنا طلبات كثيرة للاستثمار في مجال السياحة خاصة في عدن أو في مكلا أو في أماكن ثانية بالفعل بشكل عام، لكن الوضع المتعرفي عارفين يقول أنه المستثمر يعني يخاف على ماله ومن بقي يستثمر في الوضع هذا. نعم، وخاصة يعني موضوع اليمن واحدة من أهم الوجهات السياحية المهمة رغم وجود هذه المعالم الطبيعية، إلا أن التحديات السياسية كما ذكرت والتداعيات الأمنية التي تشهدها البلاد اليوم تقف عائقا أمام تقدم هذا الملف، ونحتاج إلى تطور السياحة في اليمن، إلى أن تتخذ الدولة والحكومة والمجتمع الدولي استراتيجيات محكمة لتعزيز الاستثمار وتوفير بيئة آمنة للزوار. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا وكيل وزارة السياحة جعفر أبو بكر، كنت معنا عبر الهاتف، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، حتى الملتقى، دمتم بكل خير.